اهلا وسهلا اصدقاء الاطفال، حياكم الله في برنامجكم المميز برنامج الرسام الذي يعرض على تلفزيون الكويت. اصدقاء الاطفال، برنامج الرسام فيه العديد والكثير من الفقرات المتميزه، من هذه الفقرات فقره المرسم اللي بعد شويه نتعرف على اصدقائنا ونشوف رسوماتهم الجميله. ايضا كذلك هناك فقره جدا ممتعه اللي هي فقره الرسم الذكي، راح نتعلم شيء جديد من رسوماتنا عشان نقدر نطور من رسوماتنا. في نهاية البرنامج أصدقائنا كالعادة راح نعرض لكم مجموعة من الرسومات اللي وصلت لنا على إيميل البرنامج. أصدقائنا الأطفال، فاصل قصير ونرد لكم مرة ثانية. رجعنا لكم أصدقائنا مع فقرة المرسم. اليوم معانا مجموعة من أصدقائنا في الاستديو، شيخة ولطيفة وأيضا الجوهرة. نبدأ أول شيء مع الجوهرة، في نشوف لوحاتها الحلوة اللي معاها. أول شيء تعرفينا باسمك الجوهرة؟ الجوهرة أحمد متن عنزي. إنزين الجوهرة، تقولينا كم عمرك؟ 8. الجوهرة أي مدرسة أنتي؟ سهلة بن سهيل. زين، تقولين اللوحات اللي عندك هذه وين رسمتهم اكثر شيء؟ يعني بالبيت، المدرسه، بالمعهد؟ بالبيت. بالبيت. من اللي شجعك على الرسم؟ امي وابوي. امك. شنو الالوان اللي تحبين ترسمين فيها اكثر شيء؟ الخشبيه. الخشبيه. جربتي الوان ثانيه؟ يعني شينيه مثل مائيه او شيء كذي؟ شينية. شنو الشغلات اللي تحبين ترسمين فيها أكثر؟ شنو الشغلات تحبين ترسمينها أكثر شيء؟ الأبراج عام الكويت والعيد الوطني والأجبال. قصدك الطبيعة؟ طبيعة. جربتي ترسمين مثلاً شخصيات مثلاً أو شيء؟ لا. يلا خلينا نشوف لوحاتك يا الجوهرة. هذه. حلو. والسماء والشمس. زين، ليش رسمتي كذي جوهرة؟ عشان يعني عشان الحين البرد، فيعني يجي مثلا ثلج، رسمت أجبال، رسمتي فوقهم ثلج. فوقهم ثلج بهذا الشكل. شنو الألوان اللي استخدمتي؟ الخشبية. كلها خشبية. خلينا نشوف بعد اللوحات الثانية اللي عندك. وهذه يا الجوهرة يونيكور. اللي فوق يحب يعني قوس قزح، واللي تحت يحب يجمع الناس عشان يصيرون أصدقاء. طولت معاك اللوحات هذه؟ لا. هذه طبعا ألوان خشبية بعد. إيه. إنزين. البيت والشمس يعني تبي تروح، والسماء وحديقة. إيه. وشجرة. أو شجرة. وهذه شنو هذه يا الجوهرة؟ كيكة. كيكة. ألوان خشبية. ألوان خشبية. فوقها شمس. فوقها ثلاث شموع بالألوان الخشبية. الألوان الخشبية. زين، وهذه يا الجوهرة كتاب بالألوان الخشبية. كتاب بالألوان الخشبية. وهذه يا الجوهرة يعني البحر والشمس والطيور. شنو حاطة داخل على البحر؟ يعني بحر وفي ناس، ناس تتسبح وناس قاعدة. حلو. طولت معاك اللوحة هذه؟ شوية. شوية. وهذه يا الجوهرة بيت وشجرة. إنزين. والعصفور والسماء والشمس والعصافير. والعصافير اللي تحت هذا شنو هذا اللي حاطته الجوهرة؟ العشب. العشب. حلو. وهذا شنو اللي فوقها؟ طيور. طيور.
الطيور. بعد عندك لوحات، وهذه هي الجوهرة، أبراج الكويت وعلم الكويت. انزين. من هوا يعني قام يطير. وهذا اللي تحت هذا شنو؟ البحر. ايش قاعدين يسوون هني؟ يتسبحون، في ناس تسبحون وبنت رافعة علم الكويت. شلون سويتي أبراج الكويت الجوهرة؟ جبت شيء عن دائرة وسويته. حطيتي دائرة وسويتي فوقها فطلعت بهذا الشكل الحلو. وهذه هي الجوهرة، علم الكويت، وداخل أبيض يعني في أبراج والشمس والقيوم والبحر، وبنت رافعة علم الكويت. بنت رافعة علم الكويت. لوحات حلوة. عندك بعد لوحات ثانية؟ لوحة حلوة من لوحة وطنية جميلة رائعة من لوحات الجوهر العنزي، يبين جمالية اللوحة من ناحية الألوان، من ناحية الدقة. الرسمة جميلة جدا، طريقة رسم أبراج الكويت. كل الشكر لك يا الجوهرة على اللوحات الرائعة. الحين نشوف لطيفة. لطيفة شلونك؟ زينة. لطيفة تعرفينا باسمك؟ لطيفة خالد الجبندي. لطيفة تقولي لنا كم عمرك؟ عمري 9. أي مدرسة لطيفة؟ فاطمة الدخيل. انزين لطيفة تقولي لنا اللوحات اللي عندك هذه وين رسمتهم؟ هذه البيت، كلهم بالبيت. كلهم بالبيت، من يشجعك بالبيت على الرسم وكذي؟ أمي وأبوي وجدتي ويدي. كلهم يشجعوني. شنو الألوان اللي تحبين ترسمين فيها أكثر شيء؟ خشبية أو شينية. خشبية أو شينية. جربتي ألوان ثانية غير الخشبية أو الشينية؟ إيه. مثل؟ ألوان مائية وألوان شمعية. شنو الشغلات اللي تحبين ترسمينها أكثر شيء يعني؟ أحب أرسم الكرتون. الكرتون، شخصيات الأنمي مثلاً. جربتي ترسمين مانجا أو أنمي أو شيء؟ ما أدري. حلو. بس أكثر شيء ترسمين الرسومات الكرتونية العادية. إي. صح. وترسمين الطبيعة طبعًا. صح. إي مرات أرسم. مرات. نبدأ بلوحاتك. طبعًا لوحاتك تتميز بالباك جراوند، تحطين يعني مثل الفريم جميل جدًا للوحاتك. يعني شو منو أسباب ليش تحطين الألوان هذه؟ عشان تبرز اللوحة أحلى. أحلى صح. هذه طبعاً اللوحة هذه تشرحينها لنا؟ هذه عن جدتي كانت مسويت لنا مربعات، وهي قال عطتنا ألوان قالت لنا لونه، وأنا لونت هالألوان كذي. ألوان شنو هذه؟ ألوان شينية. ألوان شينية. طولت معاك وأنت قاعد تلونينها؟ إيه طولت يومين. يومين؟ زين شنو الاختيار للألوان؟ بالطريقة العشوائية ولا أنت تبين تختارين ألوان كذي بالأماكن المعينة؟ لا طريقة عشوائية. طريقة عشوائية. وهذه يا لطيفة؟ هذه عن العيد الوطني، عن مسيرة في سيارتين يمشون، في ناس ماسكين علم الكويت، وفي عائلة أم وأبو وبنت ولد واقفين على الرصيف، وفي طيارات قاعد يطلعون دخان ملون على علم الكويت، في ولد بيطير البالونات على علم الكويت اللي هما الأسود والأبيض والأخضر والأحمر. والأحمر ألوان شنو هذه؟ ألوان شينية وخشبية. شاطرة. وهذه يا لطيفة؟ هذه عن مطر، في ثلاث بنات جايين حق بعض سمين بيتمشون بالجو اللي فيه مطر، واحدة لابسة تنورة وبلوزة، واحدة لابسة نفنوف، واحدة لابسة بنطلون وبلوزة، ومسوين تصاريخ غير عن بعض، وفي زهور طالعة من المطر. من المطر.
هذه الوان خشبيه طبعا. الوان خشبيه وشينيه. خشبيه وشينيه. وهذه يا لطيفه؟ هذه الرسمه عن عباره عن مزرعه. زين. وفي حيوانات، سويت لهم سور، في شجره تفاح، وفي حيوانات، حطيت كتاكيت، حطيت ديايه، وحطيت خروفين ياكلون، وحطيت طيور. ايه. وحطيت فزع عشان ما ياكلون الطيور اكل حيوانات. وهذه لطيفه؟ هذه عن انا رسمتها عن الاسبوع اللي طاف. زين. كنا قعدنا شوي برا، وهني اختي قاعده تلعب القاري، واخوي قاعد يلعب كره، وعندنا مثل حوض صغير. رسمتي نفسك هني؟ ايه. وين شخصيتك؟ كان هني. انزين، قاعد تاكلين؟ انت اللي قاعد تاكلين؟ لا، كنت قاعد اطيب الكباب وهو كان قاعد يشوي. انزين. باقي عائلتي كانوا بالخيمه مالتنا. طورت معك اللوحه هذه وترسمينها؟ لا. وهذه يا لطيفه؟ هذه كرتون انا وايد اطالعه. اللي هو شو اسمه؟ هذين عن فتيات القوه. انزين. والثلاثه. حبيت اني ارسمهم، انا احبهم وايد اطالعهم. الوان شنو هذه؟ الوان شينيه. شينيه صح؟ اي. وهذه يا لطيفة؟ هذه عن قاع البحر، في سلحفة قاعدة تتسبح، في مرجان، في طحالب، في فقاعة البحر، في سمك، في صخر البحر، وسويت قواقع، سويت قبقب، قباقب، سويت نجمة البحر. هذه رسمت البحر. ايه. في لما بغيت القلم كان يطلع اشياء من القلم. زين، حطيتيها ورا وحطيتها، بعدين خليت الكلك سويت، بعدين سويتي كذي فصار القاع البحر اللون الازرق بهالشكل هذا صح؟ ايه. وهذا؟ هذه شخصيات كرتونيه، هذي عن سونيك وماريو. زين. وهذه شخصية أنا أحبها، أحب أطالعها، بس سونيك هذا أنا كنت من كام خياله ورسمته. ماريو شفت جوجل وقلدته، ما أعرف أقلد. لوحة حلوة من لوحات لطيفة القبندي. نشوف هذه يا لطيفة. طبعاً كذي صح؟ إيه. هذا كنا شنو هذا؟ هذا حفلة عيد ميلاد. عيد ميلاد منو؟ عيد ميلاد اللي بالنص لابسة أزرق وأصفر. منو أنتي؟ وين لوحتك؟ وين صورتك؟ شخصيتك؟ أنا هني، هذه أختي، وهذه بنت خالتي كانت جاية. زين. وحطيت زينة، حطيت بالونات، حطيت الكيكة وصحون هون ياكلون، وحطيت زينة اللي تطشر، طشرت على الأرض، نثرت على الأرض. إيه. وهذه لطيفة؟ هذه عن البحر، في أبراج الكويت، في سفينة ماسكة علم الكويت، في غيوم وشمس، في ناس حاطين بساط، وفي ناس صغار، بنات صغار صبيان جاي يسوون قلعة، جاي يلعبون برمل، في واحد كان بيروح يتسبح، وفي ولد صغير رايح يشتري برد. كل الشكر لك يا لطيفة على اللوحات الرائعة اللي سويتيها. أنا عجبتني اللوحة الوطنية اللي قبل شوي احنا شفناها.
زين، وجميع اللوحات جدا جميلة، تناسق لونحة الفريمات اللي حاطتهم يعني فيها تنسيق في مع ألوان اللوحة الموجودة. الحين نشوف شيخة. شيخة شلونك؟ زينة. شيخة تعرفين باسمك؟ شيخة ناصر النواف. شيخة تقولين كم عمرك؟ 10 ونص. زين شيخة أي مدرسة؟ القادسية متوسطة بنات. زين تقولين شيخة اللوحات اللي عندك هذه وين رسمتهم أكثر شيء؟ بالبيت. من اللي شجعك على الرسم؟ أخوي ويدتي. إنزين تقولين لي الألوان اللي تحبين ترسمين فيها شنو؟ الخشبية والزيتية. الخشبية والزيتية، شنو تحبين ترسمين أكثر شيء إذا قعدتي بالبيت؟ أرسم أشياء يعني من البابايا. يعني شغلات كرتونية مثلاً وطبيعة مثلاً، ترسمين طبيعة؟ طبيعة. نشوف لوحاتك شيخة. هذه شيخة تشرحينها لنا؟ هذا رائد فضاء. انزين رايح الفضاء وشاف الكواكب، كوكب الأرض والكواكب الثانية، وشاف الأشياء الثانية اللي بالفضاء مثل الكواكب وغيرها وكذي. هذه لونتيها شنو الألوان؟ خشبية وشينية. خشبية وشينية. هذه فاضية. وهذه شيخة. هذه أول شيء سويت الخلفية. إنزين شنو الخلف إيه؟ ألوان الخشبية. كلها بالخشبية هذه؟ إيه. إنزين. بعدين دمجتهم مع بعض. أنا سويت قد الحب ولون داخله. طورت معك اللوحة هذه؟ لا. وهذه شيخة؟ هذه أول شيء حطيت الزاك، بعدين كان أحط الألوان الخشبية بكل مكان، بعدين دمجتهم مع بعض وشلت الزاك وبس. طلعوا بهذا الشكل. وهذه يا شيخة؟ هذه سمكة. إنزين قاعدة تسبح في البحر وهي نجمة البحر وسمكة صغيرة. ألوان شنو هذه شيخة؟ خشبية وشينية. خشبية وشينية. جربتي ألوان غير الخشبية والشينية شيخة؟ مني لا، من هذول اللوحات لا، بس جربت كل الألوان. كل الألوان. وهذه شيخة؟ هذه عن العيد الوطني. إنزين. رسمت سفينة، حطيت داخلها قلب الحب، وحطيت شعار الكويت وأبراج الكويت، حطيت ألوان علم الكويت وشمس وعلم الكويت، وكتبت وطني الكويت وسلمت للمجد. لوحة حلوة من لوحات شيخة، لوحة وطنية جميلة جدا. وهذه يا شيخة؟ هذه مزرعة، هي كوخ وسماء ويفلوم وشجرة ورود وأرنب ماسك جزر وطيور. هذه طورت معك اللوحة هذه؟ لا ما طورت. ألوان شنو؟ خشبية طبعا. وهذه يا شيخة؟ هذه ورود وعش وسماء وطيور وأم علي. إنزين
استخدمتي ألوان شنو؟ خشبية. ألوان خشبية. وهذه يا شيخة؟ هذه بنية طلعت عشان تشوف الرينبو. إنزين. وقلوب. حلو. ومطر. وهذه يا شيخة اللوحة الأخيرة لك. أبراج الكويت وأشجار وبحر وطيور وشمس وغيوم. حطيتي للألوان أبراج الكويت منقط ليش؟ ما أدري، حبيت إنها يكون كذي، تكون شكل يعني مو المعتاد عليه. شكل جميل جدا، من رسمة حلوة من لوحات شيخة. كل الشكر لك يا شيخة، عندها لوحات جميلة، استخدمت مجموعة من الألوان، طريقة استخدامها يعني دمج للألوان جدا جميلة، يعني مثل اللوحة هذه حلوة. أيضا لوحات أخرى، كل الشكر لك يا شيخة. وأيضا لطيفة والجوهرة على اللوحات الرائعة. أصدقاء الأطفال، فاصل قصير ونرد لكم مرة ثانية. المناظر الطبيعية تعطي للأطفال بشكل خاص وللإنسان بشكل عام سعادة وراحة، عشان كذي وايد من الأطفال يحبون موضوع رسم المنظر الطبيعي، لأن لا جمالية ولا أبعاد خاصة. واليوم أصدقائنا الأطفال راح نرسم منظر طبيعي بمساعدة بعض الأدوات الهندسية في تشكيل بعض العناصر. نبدأ أول شيء برسم خط مستقيم بقلم الرصاص، وبعدها نرسم خطوط على شكل المثلث تمثل الجبال على اختلاف أحجامهم وترتيبهم، ونرسم شكل دائري في أعلى الرسمة وهو يمثل عنصر الشمس، وبالمسطرة نرسم الجسر الموضح أمامكم، ونستخدم درجات ألوان الرصاص للتظليل والتنوير. أصدقائنا شاركونا رسماتكم عبر إيميل برنامجنا، وإحنا بانتظاركم. رجعنا لكم أصدقائنا مع فقرة بريد مرسمنا. اليوم راح نرسم شيء يعني جميل جدا، اللي هي رسمة التفاحة. طبعا التفاحة بأشكال مختلفة، لكن احنا راح نرسمها بالشكل الكرتوني، ونشوف شلون طريقة رسمها مع شوية يكون فيها لمعة شوية بالتفاحة عشان يبين لمعان اللوحة. في البداية نسوي سكتش بسيط للوحة برسمة التفاحة بشكل مختصر، ثم بعد السكتش هذا نقوم نرسم فوق السكتش. تلاحظون أول شيء نسوي تفاحة، نسوي شوية نبدأ برسم الغصن، نحط الورقة بهذا الشكل، نعطي جمالية شوي للوحة.
كأنها بصحن مثلا، نعطيه شوية الصحن جمالية أكثر. نعطي اللون الأحمر للوحة. نعطي اللون الأخضر. أيضا الأخضر الصوب الثاني. اللون يكون شوية اللون أغمج للصحن. هذا الشكل الجميل. ثم نبدأ بعمل ألوان على اللوحة، يكون شوية شادو. نعطي لمعة بسيطة. نقدر نحط مجموعة من الألوان، نحط يعني نزيد شوية من الشادو نعطيها. أيضا نغير شوي باللون الأخضر، نزيد عليه بهذا الشكل الجميل. سوينا تفاحة داخل صحن. جربوا أصدقائنا، اللوحة دزوها لنا على إيميل البرنامج. هذه رسمة التفاحة داخل صحن. أصدقائي الأطفال، فاصل قصير ونرد لكم مرة ثانية. رجعنا لكم أصدقائنا مع فقرة بريد مرسمنا. وصلت لنا مجموعة كبيرة من اللوحات اللي على إيميل البرنامج. دائما ننوه أصدقائنا، دزوا لنا لوحاتكم بشكل واضح، تكون فيها أسماءكم وأيضا أرقام تليفوناتكم عشان نقدر نعرضها لكم. ودائما ننوه يكون هناك يعني نبذة بسيطة عن اللوحات عشان نقدر يعني نشرح لوحاتكم حق أصدقائنا وتكون بشكل ممتاز. وصلنا من عمر محمد العتيبي، 7 سنوات، صديق البرنامج، دائما يتواصل معنا. راسم أكواب، 2 كوب، كوبين، أشكال جميلة جدا، فيها رسمة من يعني العيون والأنمي. عمر محمد العتيبي، كل الشكر
على تفاعله وتواصله معنا. أيضا صديقة البرنامج بلقيس المطوع 10 سنوات، مرسومة بالألوان الشينية، راسمة الإيد طالع منها قلب حب. بلقيس المطوع رسمة حلوة من رسومات بلقيس. أيضا صديق البرنامج اللي دائما يعني يتواصل معانا خالد مشاري المزيعل، راسم مجموعة لونية جميلة جدا، أشكال جميلة، خالد مشاري المزيعل. أيضا خالد مشاري المزيعل راسم لوحة جميلة جدا، قلب حب مكتوب ماما وبابا. كل الشكر لأصدقائنا اللي تواصلوا معنا على الإيميل، وأيضا كل الشكر لأصدقائنا الموجودين معنا في الاستديو. كل الشكر لكم أصدقائنا، نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. مع السلامة.